مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، خريجي دفعة الثورة دفعة 2011، ألف مبروك بتخرجكم. والحقيقة الدفعة دي عمري ما هنساها أبدا، لأن الدفعة دي تحمل لي ذكريات إنسانية ومعاني كبيرة جدا. الدفعة دي أول دفعة تتم تخرجها بعد الثورة ومع إدارة جديدة منتخبة. والحقيقة الدفعة دي لها قصص كتيرة، مش عارف أقول إيه ولا إيه عنها، إنما كلها قصص طيبة. ما انساش ابدا المشاعر الانسانيه اللي غمرتني وانا بكلم اولادي من العشر الاوائل والعشرين الاوائل وانا بانيهم، واللي فيهم مصدق واللي فيهم مش مصدق، واللي فيهم فاكر ان في حد بيلعب عليه وبيضحك عليه، وكانت مشاعر انسانيه جميله جدا محفوره في قلبي. وسعيد ان ده حصل، ان انا كلمت اولادي مندوبين عن الدفعه اللي هم اتخرجوا علشان اقول لهم مبروك، لغايه ما اقول لكل الدفعه مبروك. الدفعه دي بتحمل ليا برضو معاني كبيره، لان في الدفعه دي طبقنا قرارات كانت غير مطبقه من قبل كده، قرارات خاصه بالرأفة وخاصه باصلاح النتيجه عموما او وجه النتيجه عموما، ودخلنا في مناقشات قانونيه كتيره، والحمد لله ما اخذه الطلبه هو حق ليهم، وربنا يبارك لهم فيهم. ودي ما كانتش نهايه او بدايه الخلافات القانونيه، لان القانون دايما يحتمل التفسير، ولكن احنا دايما بنحاول نفسر القانون في مصلحه ابننا الطالب علشان ياخد درجات عليا. انا مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده غير مبروك، ومستنيينكم كزملاء. انتوا ابناء طول عمركم ابناء، وهتظلوا ابناء، ولكن هتنتقلوا من نطاق الأبناء إلى نطاق الزملاء. منتظرينكم زملاء لنا في المهنة، ومنتظرينكم هيتعين معنا في الكلية، أهلا وسهلا ومرحبا بيه. واللي مش هيكون له حظ منتظرينه في الدراسات العليا، ومنتظرينه في البحث العلمي، ومنتظرينه كزميل لنا في المهنة. مبروك لدفعة الثورة دفعة 2011. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.